السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرف موعد مباراة يوم السبت الأحد 2021 أغسطس الموافق 22/29 إلى التفاصيل. موعد مباراة الأولى، مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي ضد إمبولي وقنوات نابولي. نقدم لكم عبر هذا الفيديو موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فريق إمبولي في الجولة الثانية من مباريات الدوري الإيطالي كرة القدم موسم 2021، وهي مباراة قوية وصعبة تجمع بين الفريق، ويسعى فريق يوفنتوس للفوز في هذه المباراة لتجميع النقط من البداية، خاصة في ظل الإخفاق في الجولة الأولى والتعادل بهدف لمثلهم أمام فريق أودينيزي. في مباراة كانت في متناول بالنسبة لفريق يوفنتوس، لكن الفريق أودينيزي العنيد لم يقبل بخسارة اللقاء، وحاول بكل قوة الابتعاد، وهو ما تحقق بالفعل قبل نهاية المباراة. موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد إمبولي. أعلن الاتحاد الإيطالي كرة القدم عن موعد مباريات الدوري الإيطالي موسم 2021/2022، ومن ضمنها موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد إمبولي في الجولة الثانية من الدوري. أوضح أن تلك المواجهة بين الفريق سوف تكون يوم السبت المقبل 28 من شهر أغسطس الجاري لعام 2020 الحالي، على أن تبدأ مباراة في زمن الساعة 9 إلا ربع مساء السبت بتوقيت جمهورية مصر عاصمة القاهرة، والساعة 8 إلا ربع مساء السبت بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. وسوف تكون المباراة يوفنتوس وإمبولي في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 10 إلا ربع مساء توقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة وعاصمة الرياض، وفي تمام الساعة 11 إلا ربع مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس، أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية المشفرة عن نقل مباراة الدوري الكورة هذا الموسم، ومن ضمنهم الدوري الإيطالي لكرة القدم، مما يعني أن أحد قنواته سوف تكون ناقلة مباراة يوفنتوس وإمبولي السبت المقبل. وأعلنت قناة عن وجود استوديو تحليلي قبل المباراة مع مجموعة من نجوم كرة القدم السابق للحديث عن كل تفاصيل المباراة من بداية حتى النهاية. موعد مباراة ليفربول القادمة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة. يبحث الكثير من عشاق ومحبو كرة القدم الإنجليزي عن موعد مباراة ليفربول القادمة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير، وحقق ليفربول فوزا مهما على حساب نظيره بيرلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفيما حقق نادي تشيلسي فوزا مهما على نادي أرسنال بالديربي اللندني بهدف ليس. ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول وتشيلسي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6:30 مساء ضمن منافسة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتدعو مباراة يوم ليفربول أمام تشيلسي على قناة بين سبورت بريم وان الناقل لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز. ملعب المباراة ليفربول وتشيلسي تلعب مباراة ليفربول وتشيلسي على استاد أنفيلد معقل فريق الريتش في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، وهو ما نقدم لكم خلال السطور التالية، فهي ترقب جماهير موعد اللقاء القادم جميع بين حامل لقب فريق مانشستر سيتي ونظيره فريق أرسنال ضمن إطار من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز. يستضيف حامل لقب نظيره الفائز أرسنال على استاد الاتحاد، وذلك يوم السبت القادم موافق 22 أغسطس 28 أغسطس 2021 ضمن مباراة الأسبوع التالي من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 1:30 بتوقيت مصر، وخلال الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة، بينما يعرض في الساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي، والساعة 12:00 بتوقيت المغرب والجزائر، بينما يعد اللقاء في فلسطين في السنة في الساعة 2:30 وفي لبنان 2:30. أعلن شبكة بين سبورت الرياضي عن نقلها لممارسة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وباقية الدور بقيات الدوريات الكبرى بشكل حصري. ذلك من المقرر أن تغطي اللقاء بين أرسنال وسيتي، حيث سيتم تغطية اللقاء على وي سبورت واش أس تي 1. جدير بالتالي
يخوض فريق مانشستر سيتي اللقاء أمل في استيعاب جماهيري وتعويضه على تسجيل النقاط المفقودة في الجولة الأولى عقب هزيمة على يد توتنهام هوتسبور. موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة أمام ماريس والقنوات الناقدة في الدوري الإسباني. يبحث الكثير في الوقت الراهن عن موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة والتي يتلقى فيها مع فريق في إطار منافسة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي، وهي المباراة المنشود والمرتقبة حديث الجميع لأن ليو ميسي سيشارك في تلك المباراة ويلعب أول مباراة له قميص نادي باريس سان جيرمان وأول مباراة له بقميص فريق غير برشلونة بجانب مشاركات مهمة أيضا واكتمال مثلث الرب أمام الممثل في نيمار ميسي ومبابي. باريس سان جيرمان ضد فريق البطولة الدوري الفرنسي الجولة الرابعة موعد المباراة 8:45 بالتوقيت والسابعة 45 بتوقيت المغرب والجزائر والتاسعة 45 بتوقيت السعودية. تاريخ المباراة الأحد 29 أغسطس قناة الناقلة بين سبورت ملعب ستاد نيد ريمس. ويمتلك فريق العاصمة الفرنسي حاليا العلامة الكاملة جميع نقاط من 3 مباريات قادها التي حتى الآن متواجدين في المركز الأول على صدارة جدول الترتيب. بداية مميزة لكن بدون صلابة دفاعية فلم يتمكن من الخروج بالشباك النظيفة في أي مباراة حتى الآن. سجل لاعب نادي باريس سان جيرمان 10 أهداف لكن مرماهم ب5 أهداف. بالتأكيد سنشاهد نسخة أخرى من بي إس جي مع دخول البرازيلي ماركينيو في المنظومة الدفاعية مع وجود الثلاثة الهجومية النارية. موعد مباراة برشلونة القادمة أمام خيتافي بالدوري الإسباني. موعد مباراة برشلونة القادمة أمام خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم من الموسم الحالي 2021-2022 من أهم مواعيد المباريات الذي يبحث عنها الجميع من محبي ومتابعي الفريق الإسباني، ويرغب كل منهم في معرفة تفاصيل المواجهة القوية القادمة بين برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة. ويقوم اللقاء بما مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم هذا العام، وخوضها برشلونة مرات في الدوري حتى الآن. الوقت الحالي فاز في مباراة وحيدة وقدم أداء رائع قبل أن يسقط فيه في مباراة ثانية في فخ التعادل أمام فريق أتلتيكو بيلباو في مباراة صعبة وقوية بين الفريق. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد مباراة برشلونة أمام خيتافي في الجولة الثالثة من مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم 2021-2022 من المقرر أن تقوم مباراة يوم الأحد المقبل 29 من أشهر من شهر أغسطس الجاري لعام 2020 الحالي. على أن تبدأ المواجهة برشلونة وخيطة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت جمهورية مصر والعربية والعاصمة القاهرة، وفي تمام الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة الرياض والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب والجزائر. أعلن شبكة بين سبوت الرياضية المشفرة عن نقلها لكل مباريات الدوريات الكبرى هذا العام ومن ضمنهم الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي سوف تكون هي قناة ناقلة لمباراة برشلونة ضد خطر في الدوري الإسباني. وفي العادة تقوم مباراة قناة بين سبورت اتش دي 1 هي قناة ناقلة لأحداث المباراة الأخيرة بالكامل. إلى اللقاء، ولا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو. موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني. موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال بيتيس في الجولة 3 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2020-2021 من أهم مواعيد مباراة الدوريات الكبرى التي يبحث عنها الكثير منها، خاصة من محب ومتابعي الدوري الإسباني بشكل عام ومحب متابعي فريق ريال مدريد الفريق الملكي الكبير والشهير في كل أنحاء العالم. ويسعى ريال مدريد للفوز في هذه المباراة المقوية في ظل التعادل في المباراة الأخيرة وخسارة نقطة مهمة للغاية في جدول الترتيب الدوري الإسباني هذا. شهدت الفترة الماضية يعني الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2020-2022، وهي الجولة التي تشهد مباراة مهيرة بين الفارق والكبر. أعلن الاتحاد الإسباني عن موعد المباراة القادمة ضد ريال بيتيس وهو يوم السبت المقبل 28 من شهر أغسطس الجاري
لعام 2020-2022، وتقوم مباريات في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وعاصمة القاهرة، وفي تمام الساعة 9 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاصمة الرياض، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. القنوات الناقلة للمباراة ريال مدريد وريال بيتيس، أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضي أنها سوف تكون قنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس المقبلة في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.